يعرف المغرب دينامية كبيرة في مجال أوراش البناء والأشغال العمومية، وتعتبر المراقبة من أهم الركائز الأساسية لضمان جودة الأشغال وسلامة المواطنين وكذا استدامة المنشآت وترشيد النفقات. ويعتبر مجال مختبرات البناء والأشغال العمومية النواة الأساسية في منظومة المراقبة، لكون نتائج التجارب والدراسات التي تدلي بها هذه المختبرات يتم اعتمادها في جميع مراحل مطابقة الأشغال مع المواصفات التقنية وكذا تسلم المنشآت بالجودة المطلوبة. إلا أنه لوحظ منذ عدة سنوات أن قطاع مختبرات المراقبة للأشغال العمومية يعرف عدة اختلالات، مما جعل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وبتشارك مع المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية تنكب على تنظيم وهيكلة هذا القطاع. وهكذا ومنذ العام 1999 وبعد تطبيق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لعام 1998 الذي يلزم أصحاب المشاريع الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بخدمات المراقبة، تأسست عدة مختبرات خاصة بأحجام متفاوتة، هذا بالإضافة إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب الذي كان يقوم وحده بهذه المهام منذ العام 1973، مع العلم أن مهمة المراقبة تم إسنادها عام 1947 إلى مديرية الأشغال العمومية آنذاك، التي كانت بدورها تبرم اتفاقيات في هذا المجال مع مجموعة البناء والأشغال العمومية الفرنسية، إلى حين إحداث مؤسسة عمومية تحت اسم المختبر العمومي للدراسات والتجارب. ولعبت هذه المؤسسة ولازالت تلعب دورا مهما في منظومة المراقبة والأبحاث، وتعتبر كمختبر مرجعي في مجال البناء والأشغال العمومية، والتي يمكن الاعتماد عليها خاصة في مجال البحث والخبرة واليقظة التكنولوجية وتراكم التجارب. ومن أجل تنظيم هذا القطاع أصدرت وزارة التجهيز والنقل خلال العام 2001 مرسوما تحت رقم 201734 في 13 من شتنبر عام 2001، يحدث بموجبه ولأجل إبرام صفقات لحساب الدولة نظام لتكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية. وبعد 12 سنة من صدور هذا المرسوم تم الاتفاق مع المهنيين خلال عام 2013 على القرارات التطبيقية. وبعد مناقشة هذه القرارات مع اللجنة الوطنية للتكييف والتصنيف التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية معنية، فالقرار الأول يحدد قائمة أنشطة خدمات المختبرات المتمثلة في 4 أنشطة تتعلق بالخبرة ودراسات أعراض العيوب وإنجاز خدمات التدبير الحديث للجودة، وأنشطة تتعلق بالبحث والتطوير وتشمل الأشغال التجريبية للتصور والتطوير والإبداع والبحث والهندسة المعيارية. أما القرار الثاني الذي تم إصداره فيحدد عدد أصناف المختبرات وكذا مقاييس الترتيب داخل كل صنف والمبلغ السنوي الأقصى للصفقة التي يمكن لمختبر ما أن يشارك فيها. وتم تحديد 4 أصناف مع اعتماد المقاييس التالية: القيمة الدنيا لمعدات التجارب، رقم الأعمال السنوي، اعتماد المختبرات والتأطير.